اليوم أعطتنا دعوة من لحضور هذا الاجتماع ليضم جميع بلديات ليبيا. ناقشنا موضوع النظافة وكذلك بعض الخدمات الضرورية لهذه البلديات. احنا تشرفنا اليوم بهذا الاجتماع وكان يضم جميع بلديات ليبيا من الشرق إلى الجنوب إلى الغرب. هذا يوضح أن ليبيا بلد واحد لا ينقسم على اثنين. نشكر كل من وصل إلى العاصمة طرابلس، العاصمة الحبيبة، عاصمة كل الليبيين. هذا اللقاء صراحة تعرفنا فيه على كل عمداء بلديات ليبيا، ونتمنى التوفيق لحكومة الوحدة الوطنية، كذلك نتمنى التوفيق إلى وزير الحكم المحلي وكذلك كل الوزراء والوكلاء لهذه الحكومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.